يكون العافية يا شباب. من جديد هلا اللي بدنا نحكي عنه بهيدا الفيديو بدنا نحكي عنه بهيدا الفيديو هلا عن الفيجر بريفكس داتا بيز واللاين وورك واتسات. نعطيكم لمحة شو يعني اللاين وورد لاين وورك واتسات. يعني انا اللاين وورك الفيجر بده ينرسم، يعني الخط بده ينرسم بين نقطة ونقطة، بده يمشي بالنسبة ل according لكودات. لما فرجيكم الكودات هو بيجوا باي ديفولت بقلب السيرفر سي دي، رايت كليك سوري اوكي. يعني انا هيدا مسميه لينك لانه انا عامل بالاول شيء الفيجر بريفكس داتا بيز اسمه لينكس. يعني انا إذا عندي أسفلت الكودو على أنا بالسايت، أنا عم كيل طلعت على موقع عندي طرقات ورومبوان وبينها عم كيل، جيت شوف بتبلش أسفلت أوكي. أسفلت الكود تبعها هي ASPH مثل ما بدنا فينا نعمل لك كود، بس ضروري أول نقطة بأول خط بالأسفلت نعمل سبيس نحط حد منا بي، يعني البيجن. رينا أول نقطة من تين نقطة أسفلت فينا ما نحط شي، نتركها كود أسفلت فينا سبيس سي يعني كونتينيو، خلص عندي الأسفلت هذا آخره سبيس أه يعني الأند. إذا كنت عم بشتغل ببنى عم كيل بناية أربع نقاط البناية بيلدينج سبيس بي، تاني نقطة ثالث نقطة رابع نقطة كود بيلدينج سبيس سي ال اس، خلي يسكر لي اياها. خلينا نحكي عن هودي بالاول نشوف كيف طريقه الشغل، بس قبل هودي كلهم سوا بدي اجي انا على الفيجر بريفكس داتا بيز بدي اعمل له شيء نيو لاعطي انا بريفكس للداتا بيز. انا اوريدي محضر الفايل عندي هون اللي هي هيدا، قايل له سيو يعني كل شيء على الارض عندي كيربستون بسميه سيو، دول بريك لاينز يعني انا اللاين بين كل سي يو كل نقطه سي يو نقطه سي يو بدي اياها بريك لاين لتاخذ شقله، اللاين يبقى ياخذ شقله. اذا حطيت له اياها انا هوت لاين بيخدها لاين عادي، لا انا بكفيني تكون هي بريك لاين، هذا اللي بدي اياه. بيجي على اللاير في رود كيرب بسميه في رود كيرب، الستايل هن هو ستايلات بيجوا هن عندي بالداتا بيز مانجر اللي هن بيزك بيلدينج سكيرب فانس رود سنتر لاين ستاندر او تري لاين. انا هيدا هو خاصه بالكيرب حطيت كيرب. البيلدينج نفس الشيء سميته حطيته بلاير في بيلدينج اوت لاين هو بيلدينج. الفانس الاسفلت نفس الشيء، البالكون خاصه بالبيلدينج، البي اف يعني البقى فلور حوض زريعة نفس الشيء. نحن نطلع نكيل ورشه اول شيء حفريه، الهوتاليو والبطاليو كمان خلقتهم انا بلاير واعطيت ستايل تبع اللي هي بيزك اوكي. شو في شيء ناقصنا هلا؟ انا معقوله واجي شيء اسمه رومبوان، يعني راوند اباوت او رومبوان. انا وصلت هلا، انا محضر صوره عن رومبوان عشقوت بدنا نشتغل عليها. وصلت انا رومبوان عشقوت بدي كايل، وهو رومبوان ار عندي انا هيك الكود، انا الكود يعني ماني محكم بالكودات، كودات انا افهمها ار عندي. حط له البريك لاين يس، اللاير ما عندي لاير اسمه شي رومبوان، بسكر بيجي انا ال ار لاير عطول كل شي كودات مساحه، كل شي لايرات بالمساحه تبلش فيه بالفي، هي هيدا ستاندر عالميا اذا بتكتب هو سي يعني سيفل. فانا كل شيء خاصه بالبي هو بالفي هو كودات مساحه، فاذا في داش راوند اباوت هذا الرومبوان بعمله انا بدي اعطيه لون يكون ماجنتا، سكرته. بجي انا برجع هوني على اللينكس بالفيجر بريفكس داتابيز مانج، هوني
سوري روند بالفي، وين الفي؟ ابسي الفي فوق يساري. لا ماشيين ابسي هولي في ان في روند اباوت سميتو مش هيك؟ ام ان اوبير في روند اباوت. قلت له هيدا هو الكود الستايل، انا هو هذا ستايل خاصه بالطرقات يعني رود سنتر لاين، او فيني اتركه كيرب انا هو في بالكيربست. اوكي عظيم، هيدي كون حضرنا نحن الفيجر، الفيجر بريفيكس داتابيز. طيب اول شغله رح نشرحها هي، خلينا نعتبر انه هيدا البولي لاين انا رسمته هلا هو اسفل طريق ماشي فيه عملت اليمين وصلت لهون، وصلت انا بالتوتال ستيشن او جي بي اس وقفت اعطيت اول كود اس بي اش بي هذا البيجن، عملت تراك لاول نقطه قربت على الكسره الثانيه حطيتها اس بي اش سي سي يعني كونتينيو عم يكفي فيني كنت بلاها اتركها اس بي اش وراح يفهمها لحاله انه هو بعده بالخط اللي قلت له بيجيننج عليها. ضليت ماشي ثلاث ثالث نقطه رابع نقطه خامس نقطه على سادس نقطه قلت له انا يعني اه يعني اند سكر لي اياها. فهو بس يشوف هالكوديت هيك راح يرسمهم هيك، خلينا نجربنا نشوف كيف. بوينت بوينت كرييشن، اول شيء بالبوينت كرييشن راح نجي الاليفيشن، بديش اعطي الاليفيشن هلا حتى ما افوت ب والديسكربشن راح تكون مانيوال. جيت قلت له بوينت، خلينا نعتبر هيدي اول طريق انا وقفت هون عليها، عم يقول لي انتر ديسكربشن. هيدي انا هلا عم بخترع النقط هون بالسيفل 3 دي، هودي المفروض كنت جيبهم من السايت من الارض يعني. قلت له اس بي اش ضروري يكون الكودات مثل الكودات اللي انا مفوتهم عندي بالداتا بيز، اس بي اش صار بي خلص اعطاني اول نقطه. هات نشوف اعطاني اول نقطه فازن انه هون اس بي اش سبيس بي اعطاني اياها نحي. اوكي مبينة معها هون، خلينا بس نضوي لل نضوي للستايلات تبعها بليز، معلش طولوا بيكون علينا شوي. بوينت جروب اول اول بروبرتيز لحينه، بدي انا ديسكريبشن اونلي. هات نشوف مبين. اوكي جيت بوينت كريشن تولز، جيت على النقطة الثانية اللي هي مسابة معي هون، قلت له أنا اس بي اش سي كونتينيو، جيت على هيدي اللي هون اس بي اش كونتينيو، جيت أنا على هيدي اللي هون اس بي اش انت تمام محكينا. فاذا هو بلش معي من هون بالبي خلص معي بالاند. عظيم، فاذا نحن اسفلت بيجينينج كونتينيو كونتينيو، هودي كلهم موجودين هلا بس بالنقط بعضهم موجودين بالبوينت جروب هون. خلينا نشوف البوينت جروب هون، هودي النقط اللي انا حاطينها. اوكي انا بيجي هلا على السيرفي على الامبورت ايفنت، انا بعدي بالهون بالتوبو داتابيز على الامبورت ايفنتس بوينت سوري امبورت سيرفي داتا، بدي احطهم بالتوبو داتابيز اكيد طبعا. نيكست داتا سورس فروم دروينج، انا رسمتهم بالدروينج لو ماني لو انا معي هون فايل اكسل كنت جيت انا كنت مكود ومخلص على الارض اعمل كوديتي كنت بقول له فروم فايل. هلا بوينت فروم دروينج select point in current drawing بيجي must be saved before. اوكي مفروض كون مسايفين، نحن اذا مش مسايفين اكيد ما بيمشي الحال. فاذا بالسيرفي هون بدي اسميه
line works line works code sets خلي سميه هذا هيك نون اون لاين. اوكي عظيم. سيلكشن هون بيسالني طلعوا شو ثانيين بدك جروب سيلكشن ولا اول؟ فيني بالسيلكشن انا اس بيجي بقول له تفضل يا اخي هودي اللي بدي اياه انتر. قال لي انت نقيت اربع نقط صح انا عامل اربع نقط نيكست. هوني من الجهه هذه خاصه بالتوتال ستيشن. هوني الكرنت فيجر بريفكس داتابيز هو باللينك صح ما انا حاطط هون لينك لانه مش بالسامبل. بروسيس لاين ورك ديورينج امبورت بدك يرسم لي لاينز يعني يعمل لي فيجر بقول له انا ايه لاين ورك سيت هيك سمي لي اياه. اساين اوفست لا ما بدي اعمل اساين اوفست بقول له اوكي تفضل اعمل لا اعمل هيدي. بيجي على هيدي بقول له انا بروسيس لاين ورك. هلا بهيدي الحاله هون عظيم بس خلصت منه انا بيجي على line work code process line work اكيد بضوي له هول انا بدي insert figure object بدي يرسم لي اياها و insert survey point لا خليني اتجاوب process. اوكي رسمه عظيم رسم لي لكن انا هيدا الكو هيدا الـ هيدا اذا في قرب عليه هيدا اخيد اكيد اخذ لا اخذ في رود اسفلت هيدا اخذ لاير حسب انا عملت له سيت اب من الاول تمام ماشي. طيب خلينا الحاله الثانيه نحن راح ارسم انا في قلبي ايدي راح اعتبر حطه اورته بس اعتبر انا عندي بنايه هيك مبنى 2 3 كلوز عندي هيدا المبنى. اوكي جيت انا البوينت ريب بوينت خدت اول نقطة على المبنى هون خلينا نضوي الاند بوينت عظيم جينا هيدي النقطة نسميها بي ال دي جي بيلدينج بس بيلدينج بي ريت لهون هيدي بي ال دي جي بيلدينج جيت على هيدي برضو جيت على بيلدينج جيت لهون اذا بعطيه بيلدينج سبيس اي يعني اند بس يرسم لي هو الفيجر راح يرسم لي اياها دون ما يقفله لا انا بدي اقول له بيلدينج سبيس سي ال اس كلوز يعني الف لي اياها اخره انتر. طيب خلينا نمحي هيدا هذا رسمناه بايدنا نحن تمام نجي عظيم رسمنا بإيدنا نحن هلا عظيم بيجي على الـ import events هلا سوري على line work بالله re import خلص assign offset لا هون اللينكس حاطط لي اياها by point. اوكي عظيم بدي اقول له انا all راز لي كل النقط على نوع جديد ها ليكو شو عامل لي هيدا الاسفلت عطا اسفلت لاير لحاله هيدا البيلدينج عطا في بيلدينج اوت لاين لحاله خلينا نعتبر نحن انه بهيدا البيلدينج ها رح نعمل بي ال انا هلا هودي عم برسم خطوط بايدي برجع بقول لكم لانه مفروض كون جايبهم رفع من الارض هاي كل الفكره. طيب خلينا نعتبر انه هون انا عندي بالكون اوكي خليني اجي ارسم البالكون لك من هون لهون اعمل له موف اعمل له موف من هون على الانترسكشن لهون سوري على الانترسكشن شو صار له. طيب حطه هون اعمل له روتيت هيك لهون اعمل له موف
انه هون هيدا هون عندي بلكون. انا طلعت على الارض، انا عم برفع كان عندي بلكون، فاذا جيت على اول نقطه هون كيال قلت له بي ال بي بيجين بي ال هوني بي ال هيدي بحطها انا بي ال سبيس اند. عظيم، نفس الطريقه بمحي بسكر هيدي وبيجي لهون بقول له انا ري امبوت لهودي كلهم سوا. اوكي بقول له اول عمر ها رسم لي البالكون. بتخيل واضح لهون كل شيء. واضح كل شيء صار يا شباب. طيب خلينا نتفق على شغله. بي ال عندي انا بي ال من هون لهون طريق اورثو اف ويطلعت فيها، عندي من هون هيك طريق مساقبه، عندي طريق هيك بيت فيلت ريدس 5. جيت له انا هيدا بعمل له فيلت ريدس 20، هيدا مع هيدا فيلت ريدس. خلينا نكبرها كمان اضبط، فيلت ريدس 50 حتكون واضحه معنا اكثر. هيك جيت انا هون مثل ما انتبهتوا بهيدي الميلي هون عنا نحن بالاسفلت لهالميلي هون في كسرات، وعلى الارض مفروض تكون كيرف. تمام، اذا بيجي انا هون سوري على اللينكس اديت، نحن اللي اخذناه هلا اللي تعلمناه هو البيجينينج والسي والاو والسي ال اس، هلا اورزنتال فيرتيكال هلا لحاول هلا لاحقين عليهم. اذا عندنا بيجينينج كيرف واند كيرف كيشو بن هذا بالكيرفات، يعني انا وصلت لمحل انا عم برفع اسفلت شوي طلع لي بيجينينج كيرف يعني بي سي بنهيها بي او سي، وبوينت اون كيرف هي او سي، يعني بوينت كرييشن تولز. جيت انا عندي اول نقطه اسفلت هون اسمها اس بي اش بي، واضح لهون رح كون كتير سريع حتى ما، بس خليني احط ضو النيرست او الانترسكشن والنيرست لإلك بسرعه. جيت لهون تيتا اس بي اش، تيتا هاللي عندها هون اس بي اس، جيت عندها لهون اس بي اس، جيت لهون بلش عندي الكيرف اس بي اش سبيس بيجينينج كيرف يعني بسي ماشي. بيجي فيني اخذ نقطة هون، مش اجباري لو انا عم برسم على ايدي بعد ما اجي من 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 الموقع من الشغلة، عم بيجي ارسم على ايدي على سيفل 3 دي، تخيلوا كل قد ايه بدي اخذ كسرات على الكيرف ليبين معي الكيرف بالرسم. انا اخذت اول نقطة على الكيرف، بيجي بياخذ تقريبا على النص، مش شرط، فيني اخذها هالميلي، فيني اخذها هالميلي، بس الارتب شيء عندي هالميلي هون. بيجي اقول له اس بي اش او سي يعني على الكيرف كونكر، وين خلص الكيرف اللي هيدا معي؟ خلص معي الكيرف هون، بقول له اس بي اش لا اس بي اش اند كيرف، شكاني بدي شكون انا كمان نسيتها اند كيرف او سي ساك مزبوط او سي او سي انتر كفي اسفلت اس بي اش انتر. على فكره هودي الكودات لان هلا فت شفتهم، او فيني انا احط كودات اللي بدي اياهم، مو شرط انا احفظهم، وشرط التوبوغراف اذا كان انا او غيري عندي توبوغراف بالمكتب هو يبقى يحفظهم. لاول فتره رح يتعذب، بس بعدين رح لقيت الشغل كتير هين عليه. بيجي لهون انا كمان اس بي اش، وصلت على الاخر لهون، انا على الاخر لهون خلص معي الاسفلت اس بي اش اند خلصنا ماشي. نمحيهم هذا بولي لاين بايدنا، يعني انا بيجي شغلي من الارض من الموقع بيجي هيك
بي اسفلت 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 هون بيجينينج كيرف اون كيرف اند كيرف اسفلت اسفلت هودي النقط بده اياها هيك. انا اذا بدي اجي اشتغل رسم بايدي مثل المكتب بتبعت لي جاي توبوغراف اعطيني هنا هيك اعطيني هون هيك اعطيني هون هيك شوي ليكم الا كسره ليكم الا كسره ليكم الا كسره ما بين معي الكيرف اوكي بين هو بيجي انا لهون هلا على السيرفي على اللاين وورك ري امبورت بقول له اوكي بقول له اول انتر انتر طلع شو اعطاني. شفتوا الطريقة شو هينة وشو سهل صار الشغل اذا بوحد كوداتي انا على الارض وبقدر يكون في عندي كوميونيكيشن قوية بين اللي عم يرسم وبين الطوبوغراف على الارض كيف نقدر نطلع نتيجة كتير حلوة وكتير مرتبة كيرف طالع مبروم برم بشكل كتير مرتب. هيدا من فوائد السيرفي. طيب هلا نعتبر نحن انه عنا على الارض شي شكل سيركل دائرة والراديوس طبعا احنا لنرسم سيركل لنقدر في عنا ثلاث طرق هذا 131 8 8 9 الريديوس تبعه اوكي. فاذا انا جيت من البي ال من السنتر لهون انا هذا اول حل بالسيركل عندي هذا سيركل ثاني هذا سيركل ثالث في عندي ثلاث طرق بالحل لا اقدر اطلع انا سيركل منتظم اذا عم كيله على الارض. عادة نحن بنوصل لايرون بوان مستديرة بطريق نوقف نقطة هون نقطة حد منا 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 ليطلع معنا الشكل المضبوط او اوكي كمان في منهم بيجوا بياخذوا نقطة هون نقطة على ثلاث نقط بيجوا بيعملوا ارك من هالميلة وارك من هالميلة او سيرك 3 بوينتس. فنحن هلا عنا ثلاث حالات نقدر نطلع فيهم نقدر نكيل دائرة مستديرة على الطريق. عظيم بس خلينا نطلع الـ dimension تبع هذا الـ radius لهيدا قد ايه طلعت معي قد ايش يقدر حظينا 131 4 8 اوكي. طيب بيجي انا بلو بوينت بوينت كريشن تولز كريت بوينت بيجي ابو افون انا اكون عارف على الارض تقريبا مش تقريبا على قد نص يعني نص الدائره وين السنتر تبع السيركل وين هيدا انا بدي ارسم من بدي ارسمه من برا يعني هذا راح يكون كيرب ستون بدي اقول له سي يو انا عامل له كود هون هيك سي يو سيو فهموا انا هذا كيرب ستون بعمل له سبيس سي اي ار سيركل يعني ما هيك كمان نيجي نطلع على الاديت لنشوفها اذا سيركل 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 رح هي سي اي ار سي اي ار دغري حد منا بعطيه انا الريون قد ايه طوله 131.1234 انتر هيك هلا هو بس حمله انا جيت طلعت على الارض انا على الموقع وقفت بنص الرومب وان بعرف نصه مزبوط وين وبعرف قد ايه الراديوس تبعه جيت قال له انا هذا سي يو كيرب ستون يعني هذا الداير البراني كله كيرب ستون هذا السنتر تبعه سي يو سبيس سي اي ار سيركل عمل لي سيركل عمل لي سيرك بريون 131.48 اوكي. بيجي بحمله هون انا على السيفل 3 دي على الـ على اللاين وورك كود داتابيز بيرسم لي سيركل دغري. هذه الحالة الأولى. طيب بالحالة الثانية أنا بعرف السنتر وين تبع الرومبوان بس ما بعرف قد ايه الريون كثير هين بيجي بوينت كرييت بوينت مانيوال على الأرض. هلا أنا اللي عم برسمه كأنه أنا على الأرض برجع بكرر بالسنتر نزل لي نقطة على هذا السنتر هون هي كمان كربستون سبيس بالو سي اي ار سيركل انتر برجع
تطلع بوقف حيلا محل على الرون بوان، اعتبره وقفت هون، قلت له هيدي سي يو او سي يعني اون كيرف انتر. هاي الحاله الثانيه طلعت معنا، فعملنا اول حاله، عملنا ثاني حاله، بعد ما عملنا بعد ما جبنا الفيجر لنشوف اذا ظابطين معنا ولا لا، عم بعمل ثلاث حلول مع بعضهم، هلا بمحي السيركلات ثلاثتهم، بقول له انا ري انبوت ونشوف شو بيصير معنا. اوكي يا شباب، الحالة الثالثة اللي هي أهون شيء علينا، لأنه بطبيعة الحال ما في رون بوان، أنا بلبنان مبين السنتر تبعه وين، حتى إذا مبين السنتر تبعه وين مش قادرين نعرف قد إيه الريون. فالحالة اللي هي الأسهل شيء علينا، نحن بنوصل بالجي بي إس أو بالتوتال ستيشن، بنوصل نوقف، شايفين هيدا نحن هيدا الرون بوان قدامنا، نيجي بنوقف على طرف من الأطراف تبعه، بقرا قراية وبعطي كود سي يو لأنه هيدا كيربستون سي اي ار انتر، بيجي لهون انا بقول له انا سي يو يعني كيربستون او سي انا على السيركل، وهون انا سي يو او سي انا على السيركل. هذه الحاله اللي هي اذا بدنا نرجع للاوتوكاد السهل والبسيط، انه سيركل ب 3 بوان، هذه سيركل ب 2 بوان، هيدي سيركل افيك ريون. طيب عظيم، خلينا نجي نمحي هيدي النقطة، هيدا السيركل، نمحي هيدا السيركل، نمحي هيدا السيركل، نمحي هيدي مع ديستانس تبعها. ماشي بالسيرفي نحن قلنا نطلع على اللاين وورك، بنقول له ري انبوت، نقول له اوكي، نقول له اول، ونشوف اذا كانت كثير جيدة. عظيم، رسم لي سيركل هون بريون مثل ما قلنا له، وبتاني حل كان عنا سيركل وقلنا له نقطة لكوينة هي على هيدا السيركل، وهون من برا قلنا له عنا سي وسي اي هيدا. هلا هون الفيجر ضوالي اياها، عم يقول لي في خطأ، بس هالخطأ منه كتير كبير، منه هالقد فظيع، بس هو قد منه دقيق. والخطأ اللي بين معي هون بس ضوالي الفيجرز اعطاني عليها ورنينج، هي انه انا بلشت هون سي يو هون سي يو او سي، كان لازم احط له كمان سبيس اند، انه خلص، انه هو برايه بعد ما قفلها. اوكي ابديت فيجرز، ايوه في سبع فيجرز كريتد يوزنج لاين وورك كود سايز وي ار نوت ابديتد يوز ذا بروسيس لاين وورك كومنت، انه حسب انا ماني ماشي بالبروسيس تبع اللاين وورك كومنت، بس منه شيء فظيع هيدا. اوكي يا شباب، عرفنا نحن كيف نشتغل لاين عادي، كيف نشتغل نقدر نقفل اذا عم نشتغل بيلدينج على كلوز، كيف نشتغل كيرف، كيف نشتغل سيركل. هلا عنا كم شغله بنقدر نواجهها نحن اذا عم نكير سطح بنايه، واخذنا ثلاث نقاط، الرابع مش قادرين نطالع على الاخر، مثل ما بنواجهها نحن على طول بنقول نقرا نقطه قبل النقطه، بنقول له اكستند، نعطيها كود اكستند وانا اعمل لها اكستند بالمكتب. هيدي كمان في طريقه كتير سهله تنعمل، هلا بقلكم عنها. بما انه الفيديو صار كتير طويل، ما بدي حدا يزهق وهو عم يحضر الفيديو، انا رح اوقف لهون وبكفي فيديو تاني بشرح فيه كل التفاصيل الباقية عنا. بعد عندي انا اذا عندي هونجار عم بقرا الاربع نقاط، فيني اقرا نقطتين من الهونجار، وبعرف عرض الهونجار قد ايه، بقول له اوفست لهالقد بعرض على الشمطار بيطلع لي ريكتانجل دغري مرسوم مزبوط. فيني على الاكستند، فيني اشتغل في كذا طريقه نحكي فيهم بالفيديو الثاني، ما بديش كون طول عليكم. ان شاء الله هالفيديو يكون فاتكم، وان شاء الله تكون شيء جديد عم تشوفوه، وكل بدي منكم تدعموا لي صفحتي يا شباب، وانا جاهز لاي اسئله. بيعطيكم الف عافيه.